عسلم عسلم سبا الحمد لله. قلت لي تحب تحكي على غدر الاصحاب. آه. عندك اصحاب انت؟ عندي اصحاب. كيفاش غدروك؟ عندي اصحاب عرفتهم على شكون طلعوش في المستوى، وقت اللي تيح ما تلقاهمش برشا برشا حاجات. صحيح فما اصحاب تلقاهم وقت الغسره، فما اصحاب ليه، فما اصحاب نتاع مصالح. صاحبك اليوم حاجته بيك غدا حيطيح تاكي سكر تليفون، الو حاجتي بفلوس، ليه ما عنديش. وقت تبدا مفول وكل شيء تحتك فلوس، اي هاي نمشي القهوه، هاي نمشي كذا. صحاب وين صحاب؟ مش مازال فيهم صحاب؟ صحاب كان في السماء. صحاب في السماء، صاحبك ذراعك ديما نقول فيها صاحبي، ذراعي اخوي مكتوبي، هذاك مو صحابك. وقت ما تطيح بتلقى كان امك وابوك وبتلقى في الدارين بيك، هذاك مو تلقاه اكثر منهم، راهوش تلقى حتى حد. فهمت؟ صحيح فما عندي صحاب وعندي ولاد جروبي، صحيح وقت نتيح نلقاهم وكذا، اما فما صحاب يا لطيف منها. انت طحت بالباهي وبالخايب؟ طحت انا ولا كان بالخايب؟ طحت انا وديما نتيح بالخايب. قلت لي طحت برشا وغدرك برشا اصحاب، احكي لي على تجاربك. تجاربي يعني برشا، وقت اللي انا طحت ما لقى حتى حد، نلقى كابتن وكعبه. وقت اللي يحسب روحه عشير ويحسب روحه اخوي ما لقاهوش. وقت اللي انا براني مثلا مانيش عاطي جنب، هو اللي نلقى بجنب. برشا حاجات برشا برشا، فهمتي؟ وقت اللي انا تكسر لي التليفون بقى نمر واي تطلب وتسال. انا وقت اللي رقدت في السبيطار ما لقيت زاد حتى حد. وقت زاد وصلت حشاك الباب الحابس ما لقيت زاد حتى حد. انت وصلت باب الحبس؟ وصلت باب الحبس. علاش؟ وصلت عملت اكسيدون انا. أه؟ عملت اكسيدون ضربت شكون بالكهرباء وما فيهاش اسيرونس. ما لقيت حد، لقيت كابتن وكعبه معينين. باقي كل كلام الليل مدون بالزبده يا اخي بقولوا فيها الاخرين. اما شكون وقف معاك بالرسم؟ شكون وقف معايا؟ وقفت مع امي، وقف معايا خالي اعتبار اخويا، ولتو مازلنا مع بعضنا وباللي نتعاركوا بكل شيء. فهمتي؟ برشا 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 ما ينجمش برشا عباد. فهمت؟ فما زاد اولاد جروبي زاد يعطيهم الصحه، فهمتني؟ هما زاد وقفوا معاي. فما اي حكايه ديما نلقاهم جنبي، اي حاجه نحك راسي نقول لهم اه راني هكايا انا نلقاهم بجنبي. فهمت؟ برشا. ومنهم فما طفل عز عشيره وعز اخته ونقول لها راني نحبك راكي اختي بالضبط. برشا برشا. سي ديجا انا طايح ومانيش لقيتهمش، لقيت كعبتين وكعب. وقت اللي نرى نخدم تو كلها تولي تهز التليفونات وتطلب. صعيبة الدنيا؟ شنو هي صعيبة؟ أنا نخدم خدام نهار، نخدم بها في الغلة ونشرب، فهمت؟ مع ساعات نهار تلقى باش نهارك وساعات راك ما تلقاش. احكي لي على تجربتك في المرشي. في المرشي أنا عندي خالي نمشي أنا وياه ديما. ديما نمشي أنا وياه ديما نسلع، ديما من بعضنا. معناتها حتى كي نمشي معاه ديما من بعضنا. ما اعتبر عاملني خوه، مانيش عامل لي معناتها ما يلوش معايا لأن لوج معاه لوج. فهمت؟ برشا برشا. فما اكيد في كل بلاصه فيها حاجات صعيبه. طبيعي احكي لي على الصعوبات اللي عديت. صعوبات تضربت تعاركت؟ تعاركت. انا بابا موش معاي، انا نعيش مع امي. فهمت؟ وين بويا؟ في بلاصه اخرى. حتى تليفون تو كان نوريك تلقى نمرين نعطيك شو تحب لو يطلب لي يسأل. وين ميساج خلينا نعرف شنو هي؟ يعيش وحده مع امراه اخرى. مرته معاود معرس؟ معرس معاود معرس معرس اي معرس على روح. فهمت؟ انا لقيت الله يحمي زاد. كيفاش بوك ما يطلبكش؟ ما يطلبش، ما يسالش. قداش عندك بوك ما كلمكش؟ شنو هي؟ عندي توا برشا ما نحكيش لما انا نهز التليفون ونطلب، حاش بقادي باش نهز التليفون ونطلب وانا كهو. ما يطلبش جمل. فهمت؟ انا زاد انا قلت لك مشيت لقيت في السبيطار، لقيت واحد في السبيطار، راقد نهارين لان لقى خالي بجنبي يعني. نلقى امي. بوك ما لقيتوش؟ ما لقيتوش. هزته وانا طلبته ما يهزش. ما سالش وما في بالوش وما عرف. في بالو. انا وصلت انا قلت لك عملت اكسيدون وما في بالو وما تكلمنيش. شنو تقول له بوك؟ شنو يقول له؟ شنو تقول؟ شنو يقول له؟ لحظه عرفت هذه نعتبروها لحظه صراحه. لحظه صراحه؟ لحظه صراحه مش صراحه. صراحه. بقول له حس حتى بولدك حتى شعره هكا شعره فيش قاعد يحس فيش قاعد يعيش. خاطر بالرسمي كان يشوف فيش اني فيش نعيش. ما تبكيش عادي انت تكبر وتولي بو نورمال عادي. انت كنت تولي بو شتا؟ شكون انا؟ ولادي نحطهم في عيني وانا حاط الطفله معايا تو حاطها في عيني ندللها نشري لها شو تحب. ما عندي ما عنديش ناس تليفون نطلب شكون نمشي ناخذ فلوس ونشري لها وندللها. قلت لها ريت ما تقف معايا راه تكون معايا خيم الالف واحد راني نحطك في عيني واكثر. وزيد نقولها لك انا نحطك في عيني الف اما راه باش تطيش وراه باش تبدا تعملهم راني نبعث كيما الجماعه بعثت الاخرين.
كيف الحياة من غير بو؟ تنجم تقول أما أنا خالي ما خليليش معناتها عوض لك كل عوض عوض الباب عوض الخو عوض العم عوض تخيلوا أنت في مخ كل أنا تليفونه هاو ماخذه لي هاو نخت وماخذه لي هاو الما يحب تو نحكوا أنا وياه تعاركت أنا وياه ما عنديش برش وديما معاي وهز تليفوني ما يخلينيش حقيت فلوس خلي لي فلوس في الدار ما حشيش بالفلوس خلي لي فلوس في الدار هاك في بلاصتك هذه برا نمشي فلوس برا نمشي اصرف على روح يقول لي تعرفش يقول لي بدبك تبع الولد الفساد وردبك تمشي جماعة قهاوي شد بلاصتك وريد اخدم تو الناس كلها تجي وراك انا خديت كهرباء فهمتني وانا مش وبعت وكل شيء فهمتني ونقا كان هو خذي لي زاد كهرباء وبعت وما قاليش هات فلوس فما شكون خذي لي كهرباء ما يقرب لي فهمتني وقال لي هاك اخدم عليه خدم مخ من بعد خذيتها ما عنده طلعت كهرباء مش باه عاودت رجعتها له وليت انا مانيش باه فهمتني ورجعتها له راه ما حشش بفلوس قلت له سماح فلوس نتاعي انا سماح المهم نزل الكهرباء وهو بعد معناتها برشا حاجات يعني حتى تخدم المخ حتى في العائلات موجود يحبك كان على المصحة تولي مصحة تولي بي ومش نورمال مش فماش مصلحة شيقو برش شو تقول لهم العبيد اللي وقفوا معك بالباهي والعبيد اللي في يعني الباهين والخايبين شنو تقول؟ انا ما نظهرش راه ديما نضحك نهلا مع الناس الكل اما نعرف شكون حبيبي شكون عدوي ما نظهرش خاطر كي ظهرت انا تغشوا من الحقيقة هاني نتبع سيك حاب نقول اللي وقفوا معايا راني حاطكم في عيني اكثر من عيني فهمت واللي مش وقفوا معايا يرحم والديكم يعطيكم الصحة من الفوق فهمتني والدنيا هذي اش تعلمت منها؟ تعلمت جيب نهارك تولي به وفلوسك معبي ومكتوبك معبي تولي ما يحبك الناس كلها تحبك تطيح تفرغ مكتوبك ما يحبك حتى حد ما يحبك حد كلها تحب على مصلحتها وقت المصلحة تولي به لكن انت كيفاش باش تعيش معاهم وقت اللي تعرف عبيد تحبك على مصلحتك انا نضحك انا مع الناس الكل نعرف حاشو بمصلحته ما مانيش معاه ديما باهي ديما نطفي عندي ها هم عندي ولاد جروب انا مع ولاد جروبي خواتي ويت وقت اللي نقول انا خواتي بالرسمي وقت اللي انا نطيح ونقول لهم راني حاشي بفلوس يطلبني شكون يقول لي جاهز فلوس وقت اللي انا نطيح باش نمشي البلاصه باش نمشي نعمل حتى مع مقاومه ما عنديش فلوس اي ايش اعمل قافت ما يسالش خالص ميرسي عايش كاتك صح